مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. كاع بعثتوني مالك مالك واسيل ضربك مالك واسيل ماشي واسيل خلي وليد الناس هبلتوه بالميساج. اعترف واسيل بتعنيف وضرب خطيبته الممثلة ملاك جاريو بسبب لباسها لبس قصير، ويذكر أن ملاك ظهرت بعين متورمة حيث أثارت الجدل في السوشيال ميديا. كاينة حاجة، أنا اليوم أني أميرة أني سلطانة، ما فهمتش واش كاين. واحد الناس جوغ جابوا الجاد جابوا لي كادو مالغري على بالي بلي أنا غلط شوية، غلط بزاف، غلط شوية. لا غلطتي نلبس لين غاب، البس لين غاب نغمال، والله هي البنت ماشي قصير. النورمال قاعد نوصي بزاف دوك هكذايا تعجبيني كي تولي تلبسي كلش طارق. مشاكي حبيت أقولي مدام منا أقولي خب شنو داري بصراحة منا لك خب توعي منا نحب. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.